يستمر التواصل، يستمر اللقاء الأصيل الجميل، والأعداد لا زالت مشاهدينا الكرام تسير في ازدياد مع وجود انطلاقات قوية وشعارات مميزة حصلت على نواميس، وكذلك انطلاقات قوية مستمرة في كل الميادين تسير اليوم لتشاركنا هذا الحفل وهذا الانطلاق. نقترب من المركز الأول، والمقدمة الشاهينية سعيد بن راشد العويسي يتقدم شعفور إلى الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني مياسة أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، المركز الثالث هذه اللي وصلت تقدمت الذيبة عيسى بن محمد بن جبر المهيري، المركز الرابع كذلك عيسى بن محمد بن جبر المهيري يصل هناك من خلال هذه الانطلاقة. أما المركز الخامس اللي وصلت اللي تقدمت مشاهدينا الكرام شواهين عبد العزيز بن راشد بن سعيد الكتبي. هكذا النتيجة، هكذا اللقاء، هكذا التحدي. نسير لنتابع مع حضراتكم أجمل اللحظات، أجمل اللقاءات، ولكن العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المقدمة. هذا اللي غير، هذا اللي بدل الأوضاع، هذا اللي بدل المقدمة. الظبي 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 سالم بن خلفان بن علي الخصوني الاجتبي، لكن وصل عيسى بن جبر المهيري، وكذلك نشوف اللي وصلت الآن، اللي وصلت شامة على الخد، شامة عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي قادم من السلطنة، وصلت شامة، انتزعت المركز الأول وسوت في الركض علامة. هي شامة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، شامة 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 إلى صدارة الشوط، إلى المقدمة والمركز الأول. تهانينا والناموس عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي المركز الثاني. هذه مشاهدينا الكرام غثيرة لسالم بن راشد بن حضير المجتبي. المركز الثالث مطر بن عميرة الاجتبي الشامسي، توقيت الزمني وسلطان دقيقتين 11 ثانية.